الياس، مجرد ما يحلونا الحدود مجرد ما يفتحونا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر. نقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديرش.